الآن ثالث ركن في برنامجنا بونوس أبليكاسيون بلس. كاين بزاف اللي يحبوا يلعبوا لي جو مي ماشي دائما تكون توفر عندهم الانترنت. جبت لكم توب 5 تاع لي جو اللي تقدروا تلعبوهم بدون انترنت. نبدأ مع لعبة فيكتور. صديقنا يحاول الهرب من رجل آخر، إذا عليك أن تكون دائما في المقدمة. يتعرض فيكتور في رحلة الهروب لحواجز، عليك مساعدته بالقفز والتسلق وغيره، وإذا لحق بك عليك إعادة المستوى من جديد. مطلوب منك أيضا سرعة التصرف والتركيز، وكلما تقدمت في اللعبة زاد مستوى الصعوبة. أعجبنا باللعبة المؤثرات الجميلة في بساطتها والموسيقى التشويقية. نريد منك أن تكون سريعا كسرعة آيرون روبن منفردا في كاسياس، لكن لا تضيع الفرصة وهي مجانية للأندرويد والآي أو إس. ثانياً، لعبة الأكشن والتصويب كونتراكت كيلر 2. أنت جاك غريفن، معروف أنك قاتل محترف لتنفيذ أخطر الاغتيالات في العالم. لديك مهارات وخبرات قوية، لذلك تتعاقد معك جهة رسمية للقضاء على عصابة كاملة ومنظمة بأفراد وعتاد. تحتاج لدراسة المكان لمعرفة نقاط ضعفه ومن ثم التسلل والتمركز في نقطة معينة. وابدأ بقنص الأعداء واحداً تلو الآخر، وحاول ألا يتم كشفك حتى لا تقع فريسة لرصاص الأعداء. ويمكن اللعب أونلاين وأوفلاين حسب رغبتك، وهي مجانية لأندرويد وآي أو إس.